السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى سوف نقوم بإنجاز التمرين 23 صفحة 53 من الكتاب المدرسي مفيد في الرياضيات. هذا التمرين هذا كما كتلاحظوا عطانا في السؤال أو بعددين عددين نقل له حقيقيا الأولين بحيث أ أصغر من ب. السؤال رقم واحد قال لك السؤال رقم واحد شنو طالب منا؟ قال لك بين أن أ زائد ب على 2 محصور ما بين أ و ب. اذا بالنسبه لهذا التمرين اللي كيتعطاونا بهذا الشكل كنجزئوه لجوج ديال المعطيات، كنبينو هذه بوحدها وغادي نبينو هذه بوحدها. كيف ذلك؟ لاحظوا معي، غنبداو بالجزء الاول بالاخضر. ها لدينا ماذا؟ لاحظوا معايا، لدينا كناخذ الجزء الاخضر اللي هو ا ناقص أ زائد ب على 2. هاكا كنبدا بالفرق ديال العددين، لأنني مقارنة عددين نقارن فرقيهما، هي 2 أ ناقص أ زائد ب على 2 اللي كتعطينا 2 أ ناقص أ ناقص ب على 2 اللي كتعطينا أ ناقص ب على 2. فاش كنوصل هنا كندرسو الإشارة، كندرسو الإشارة للنتيجة. متفقين؟ تندرسو الإشارة للنتيجة. أنا النتيجة اللي كتلاحظو معايا هنا هي أ ناقص ب على 2. إذا لدينا المعطيات أ أصغر من تساوي ب، عفوا أصغر قطعة من ب. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن أ ناقص ب أصغر من صفر. أ أصغر من ب، من طبيعة الحال الصغير ناقص الكبير غيكون صغر من صفر. ومنه شنو غنقول؟ غنقول بأن أ ناقص ب على 2، لأن 2 موجب، 2 عدد موجب، فهذا يعني حتى هو صغر، غادي يكون أ ناقص ب على 2 سالب، لأن السالب على الموجب. أ ناقص ب سالب أصغر من صفر كيعني عدد سالب، كان أكبر من صفر عدد موجب. إذن أ ناقص ب على 2 أصغر من صفر، واخا النتيجة خرجت لي أصغر من صفر، يعني هذا كيعني شنو؟ كيعني أن العملية أ ناقص أ زائد ب على 2 أصغر من صفر. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن العدد الأول أصغر من العدد الثاني اللي هو أ زائد ب على 2، ونكون بذلك وصلت للنتيجة الأولى اللي بالأخضر. دابا نمشيو للثانية، الثانية شنو غنعطيها؟ نبينو لدينا ماذا؟ لاحظوا معايا عندي بي ناقص أ زائد بي على 2 تساوي 2 بي، كاين واحد المقام ناقص أ زائد بي على 2 اللي كتساوي 2 بي ناقص أ ناقص بي على 2. هاد الناقص كتدخل لو نسيت ما شرطلهاش في الاول، ناقص اللي دخلت على القوس كتغير ما بداخل القوسين. اذا هي جوج بي ناقص بي، جوج بي ناقص بي هي بي ناقص ا على 2. دابا غندرس الاشاره النتيجه، يعني لا داعي باش نكتب ندرس الاشاره مباشره. ولدينا شنو عندنا؟ عندنا ا اصغر قطعه من بي. شنو كيعني هذا؟ كيعني ان بي ناقص ا اكبر من صفر، ومنه غيكون عدد موجب، هذا راه اكبر من صفر يعني موجب، يعني موجب. ومنه غتكون ب ناقص ا على 2 اكبر من صفر. شنو كيعني هذا؟ كيعني ان العمليه اللي هي ب ناقص ا زائد ب على 2 اكبر من صفر. وشنو كتعني هذه النتيجه؟ هذه ب ناقص ا زائد ب على 2 شنو كتعني؟ هذه اكبر من صفر، شنو كتعني؟ يعني راه موجب. وما معنى انه موجب؟ يعني ان العدد الاول، يعني ان العدد الاول اللي هو ب اكبر من العدد الثاني اللي هو ا زائد ب على 2، ولكن هذا اكبر سميتو هو النتيجه اللي طالب منا في السؤال، او استغفر الله، هي اللي طالب لي في النتيجه الثانيه اللي خصني ندير، هي اللي خصني ندير. اذا هذا الجزء الاول اللي بالخضر والجزء الثاني نسميه واحد، والجزء الثاني اللي هو 2. ها غادي نقول ومين واحد واثنين شنو عندنا؟ لاحظوا واحد، واحد، لاحظوا معايا النتيجة واحد والنتيجة جوج. شنو نقول؟ ومن واحد واثنين نجد أن أ زائد ب على 2 محصورة ما بين أ و و ب. وبذلك نكون جاوبت على السؤال رقم واحد من تمرين 23 صفحة 53. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.